اهم نجوم الوطن العربي. مفاجاه رجعنا لعز تاني ومعاه دلوقتي كريم عبد العزيز. كريم، كنا بنتكلم مع عز من شويه عن المنافسه اللي بين كل الادي فئه الفنان المفضل عن فيلم كيرة وجيل السينما. كل واحد فيكم ما عندوش مشكله. طب سؤال سهل الكلام ده والله يا حاج، صوتله احنا اصلا يعني مش عايز اقول لك ان احنا ما يعني كسوشيال ميديا وحاجات دي احنا ابعد ما يكون والله. طب اللي هيفوز بالجائزه مين اللي هيروح بيها؟ احنا الاثنين برضه. عايز اتكلم انا اروح مع بعض ولا ايه؟ طيب بجد النهارده كلمه منكم للجمهور، الناس كانت بتتكلم عنكم الفتره الكتيره اللي فاتت ان انتوا قد ايه كسرتوا الدنيا مع بعض، هنرجع نشوفكم قريب تاني مع بعض؟ انا لسه بتكلم. بصي يعني احنا عملنا اعلان في الاول وبعدين عملنا كيرة والجن. صح، قعدنا ثلاث سنين بنصور كيرة والجن. ها، وحياة ربنا سبوبة حلوة. عايزين نعمل اعلان بقى. اتمنى والله مش عشان عايز واقف، اتمنى نرجع نشتغل تاني مع بعض. يعني الحمد لله ربنا كرمنا بكيمياء، كرمنا بنجاح ودان على الشاشة. يعني طب اسألكوا سؤال، لو هترجعوا تصوروا حاجة تانية مع بعض تحبوا تعملوا ايه؟ دور ايه كل واحد فيكم؟ والله نفسنا نعمل كوميدي. كوميدي جدا، يعني نفسنا في فيلم بعيد عن اللي. لان احنا بصراحة في كيرة والجن اتبهدلنا، ما فيش اكتر من كده الحقيقة. فنفسنا نعمل فيلم كوميدي يبقى، خاصة ان احنا بنحب الضحك جدا. يا رب يعني. طيب في الدراما في المسرح هنشوفكم مع بعض؟ نتمنى. احنا طمعانين، اكيد احنا كمان طمعانين. حضروا لنا حاجه، احنا طمعانين. حضروا لنا حاجه، احنا جاهزين. خلاص هنكتب من دلوقتي حاجه. انا بجد بشكركم على وجودكم معانا للادي وبتمنى لكم التوفيق. وانا عارفه وبقول للمشاهدين بيشوفونا، اي واحد فيكم فعلا فاز الجائزه ليكم انتوا الاثنين. اكيد صح. وبجد قدمتوا لنا عمل للسينما وده الاهم. وده الاهم والله، ده الاهم. بشكركم على وجودكم. وقبل ما ننسى طبعا احنا الكيرة والجن مش كريم وعز فقط، هند صبري وكل النجوم طبعا طبعا طبعا، وطبعا مروان حامد واحمد مراد واحمد مرسي وسينرجي اكيد، تامر مرسي، احمد كلكم بدوي. النهارده اللي بدي بقول لكم الف الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا. ودلوقتي خلينا ننتقل لندى.